حبيبنا المشاهدين في كل مكان في العالم من خلال شاشة قناة القرمة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج الإيمان إعلان وحياة في بداية الحلقة يسعدني ويشرفني جدا أقوم برحب بضيف الكريم العزيز خادم الرب الأخ ثروت فهم برحب بيك أهلا بيك يا أخ أندر الرب يباركك مبسوطين بكون معنا خلال هذه السلسلة الجميلة ربنا يباركك يا حبوب ويدينا وقت طيب آمين زي ما تعودنا أحبانا المشاهدين على قد ايه كلمه ربنا كلمه غنيه فيها يعني بركات كثيره جدا التعليم بشكل مهم جدا او يشكل امر مهم جدا لحياتنا بيتاسس عليه حياتنا الايمانيه. موضوعنا النهارده ما زلنا بنستكمل في السلسله اللي بدانا فيها من خلال حساب الايمان. توقفنا عند الايمان يرفض الاغراء المعروض. خدنا واستعرضنا من خلال الحلقة السابقة عن إبراهيم عن أليشع عن أستير بنعمة الرب النهاردة هيكون عنوان حلقتنا النهاردة بالإيمان رجال أبو أخ ثروت كلمنا عن إبراهيم في موقفه قدام ملك سدوم كلمنا عن أليشع في موقفه قدام نعمان السورياني كلمنا عن أستير في موقفها قدام أحشويرش الملك تضيف لنا إيه كاستكمالا للأبطال والرجال اللي أبوا أن يخضعوا للمغريات المعروضة وفضلوا أن تكون حياتهم هي تجاه المسيح بالتمام إحنا اتفقنا في الحلقة اللي فاتت مم. أن موسى أبى ثلاث حاجات أبى شهوة الجسد وأبى شهوة العيون وأبى تعظم المعج شهوة الجسد المعبر عنه بكلمة تمتع وقت بالخطيئة شهوه العيون المعبر عنها بخزائن مصر تعظم المعيشه حالكونه رفض يكون ابن ابن, إبن إبنة فرعون, فرعون. وعرفنا ان العالم بثالوثه الانجس م. بيتكون من الثلاثه دول كل ما في العالم شهوه الجسد م. وشهوه العيون وتعظم, وتعظم, وتعظم المعيشه م. الحقيقه حساب واحتساب الايمان الصحيح يعرف يرفض الاغراء المعروض يعرف يقول لا علاوة على الثلاثة اللي تأملنا عنهم في الحلقة الماضية مم. أمامي على الأقل ثلاثة أو أربعة ثانية أسهل لي إن إحنا نغطيهم في الحلقة دي آمين عندنا يوسف مم. وعندنا بطرس وعندنا دانيال وعندنا بولس بوليس. وفوق الكل سيدي له كل المجد آمين <applause> عندنا يوسف آه. ناخدهم من القديم وإحنا جايين يعني و... وإحنا يوسف داخل... دانيال بعد كده بطرس بولس امين ونختم بسيد القلب آه بالنسبه ليوسف اتفضل آه آه نقرا عنه في سفر التكوين اصحاح 39 زاويه من زوايا العالم المثلثه اللي هي شهوه الجسد عرضت على يوسف من خلال آه اغراء زوجه فوتيفار او امراه فوتيفار يقول الكتاب حدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيد رفعت عينيها إلى يوسف قائلة اتجع معي مم. ثم حدث آه الكلام ده في تكوين تسعة وثلاثين من عدد, من عدد 7. سبعة مم. وقالت اتجع معي يسجل الكتاب فأبى مم. نفس التعبير اللي قيل عن موسى اتقال عن يوسف اتقال عن يوسف فأبى وقال لامراه سيده هو ذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت وكل ما له قد دفعه الى يدي م. ليس هو في هذا البيت اعظم مني ولم يمسك عني شيئا غيرك لانك امرأة فكيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله التعبير اللي بعد كده خطير جدا م. وكان اسكلمت يوسف يوما يوما فيوم الحياة مستمر برافو عليك الحقيقه في ثلاث اساليب اساسيه بيستخدمهم عدو الخير أعلى. ضد ولاده وبنات الرب. نمره واحد الاغراء، نمره اثنين التهديد، نمره ثلاثة الالحاح. عن الالحاح في واحد مره قال تعبير بيقول ان نقط المياه المتساقطه بالتزام وانتظام كفيله بان تذيب الصخر. يعني اي نقطه مياه صغيره البعض بيستهين بيها آه لكن لما بتنزل بانتظام بانتظام كفيله بان تذيب الصخر مم. فالالحاح مم. من امراه فوتيفار ليوسف يوما فيوما كفيل بان يذيب ارادته حتى لو كانت اراده فيزيولوجيه وده شفناه في شخصيه هنتكلم عليها بجانب يعني آه ممكن واحد يكون بيسالنا انتوا عمالين واخدين الزاويه الجانب الايجابي طب ما تدونا نماذج لناس يعني تحت الالحاح وقعوا لا ده في ناس بدون الحاح وقعوا <applause> يعني انا لما قارن بين يوسف وداود يوسف انتصر لكن داود انكسر لا. يوسف انتصر وهو شاب اعزب دا داود انكسر وهو رجل ومتزوج يوسف انتصر بدون شريعة لكن داود سقط وعنده شريعة بتقول له لا تزني يوسف انتصر وهو عبد داود انكسر وهو, وهو ملك وهو ملك يوسف انتصر وهو غريب في أرض غريبة لكن داود في بيته داود انكسر وهو م في قلب بيته م ان لم يكن في البلد اللي هو كان يعني ان لم تكن مصفة ف... راسه فعلى الاقل في بلده العاصمه هو الملك يوسف انتصر في قلب مجتمع وثني كله لكن داوود في قلب مجتمع تحكمه الشريعه تحكمه الشريعه اذا وبدون الحاح وبدون دا ب... يوسف انتصر والخطيه هي اللي سعت اليه اه بتكبده يوما فيوما الكلمه دي صعبه يا أخي الحاح يومي بالظبط كده باغراءات يعني متاسف ان انا اقول التعبير ده لربما كانت تستخدم امراه في تيفار اغراءات جنسيه معينه لكن داوود انكسر وهو اللي سعى اليها بالظبط علشان كده لما الكتاب بيقول انت بالعذر يعني لو راح حد قدام كرسي المسيح وقال له كان غصب عني لا يوسف مني يقول له يوسف يوسف مشهد عليه. يقول له مثال يا يوسف نموذج <applause> يقول <applause> له يا يوسف رد عليه. أنا حجة وكان اسكلمت يوسف م. يوما فيوما أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها م. ليكون معها. العبارة المشهورة اللي قالها م. واللي صداها سمع وبيسمع وهيسمع إلى مجيء الرب كيف؟ أصنع هذا الشرط اص يعني انا لما قارن كلمه م. ده سنكاري. كيف ده سؤال استنكاري كيف اصنع هذا الشر العظيم واخت الى الله واخت الى الله يعني مره ايوب قال كيف لا قوة له قوة له وخلصت زراعا لا لا عزه لها م. ك... مره الرب قال بالروح القدس م. في العبرين كيف ننجو نحن ان اهملنا هذا المقدر. ومره رعوس قالت كيف وجدت نعمه في معيني. عينيك انا غريب نبوعه انا غريب مم. سؤال استنكار حتى تنظر الي وانا امرأه غريبه لكن يوسف سؤال استنكار ازاي انا 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 يعني مم. يعني انا لو هحط نفسي مكانه وهعبر بنفس التعبير ازاي انا 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 كابن لله انزل لهذا المستوى مم. كيف اصنع هذا الشر هذا الشر العظيم البعض يسميه دي علاقه عاطفيه البعض يسميه آه محبة البعض يسميه يعني متعة لكن الحقيقة يوسف سمى الخطية باسمها باسمها الحقيقي شر عظيم عظيم بقى ده اداله الدل ايه؟ حجمه بقى مم. يعني هنا نوعه وحجمه وحجمه مم. هذا مش اصله أخي توصيف أندرو. واضح للخطية لأن احنا بنلف حواليها اخ اندرو مم. لو أنا عندي إزازة مية نار حضرتك عارف مية النار؟ اه طبعا ولو جت على جسم اي واحد تكوي تكوي أه. لو دلقت عليه ممكن تموت تموته على طول تخيل بقى عدو الخير بيعمل ايه يروح شايل لي شايل لي التيكت أه؟ اللي على الازازه دي مم. اللي بيقول احذر ماء خطر مم. ويروح حاطط لي تيكت ثاني مثلا يقول لي كوكاكولا هي الاصل مم. ورحت أنا شارب حتى سلمت النية مش هتعفي من النتائج المدمرة يا أخي ثروة ما اللي عمله عملته الحية مع حواء شجرة الموت الانفصال لا تفصل الإنسان على الله حلتها في عين حواء وده اسلوب الخداع اللي بتعمله الحية باستمرار مع الإنسان بالظبط علشان كده قال هذا الشر سماه باسمه مم. أو نوعه يعني سمى العلاقة دي باسمها الحقيقة مم. هذا الشر نمره اتنين اداله حجمه الطبيعي مم. هذا الشر العظيم ونمره ثلاثه مرماه انا مش اخطا اليك الى الله ولا الى جوزك فقط مم. ولا الى جسدي فحسب مم. لكن الخطيه لها معنى مم. اعمق ومرمى ابعد من مجرد انها اساءه الى انسان مره من المرات ابي مالك الملك لما اخذ ساره فالرب جاله في حلم الليل وقال له إيه أنت ميت بسبب المرأة مم. فهو رد على الرب في الحلم قال له يا رب أنا بسلامة قلبي ونقاوة يدي فعلت هذا الأمر هو قال إنها أختي وهي مم. كمان يعني المشكلة مشكلة إبراهيم أنت تحاسبني ليه على مشكلة هي مشكلة إبراهيم في الأساس بالضبط ومن أمر... الرب قال له إيه أنا أعلم أنك بسلامة قلبي ونقاوة يدي عشان كده الرب ظهر له وقال له ايه امسكتك عن, عن أن, ان تخطئ, تخطئ الي ده ما كانش هيغلط بقى في حق ابراهيم مم. ولكن هيغلط في حق سارة فقط لكن المدى الابعد فاعلمي وانظري في ارمية 2 ان تركك الرب الهك شر ومر مم. شر موجه الى الله ومر, ومر ده النتيجة علي وموجه ليا انا مم. علشان كده الأبطال اللي عرفوا يقولوا للعالم لأ في أي صورة من صوره أخدع العالم لهم بالظبط مرة قالوا للقديس أثناسيوس العالم, العالم ضدك قال لهم أنا ضد العالم شوري بس م. في كلمه وانا بنعمه الله م. ضد العالم انا ضد العالم ما سوا ابدا <applause> لا مش <بالـ تصفيق> مش بالعضلات ايوه بالظبط لكن مستند على نعمه الله نعمه الله وأنا عشان كده يصير العالم يخضع لنا للمؤمن الحقيقي اللي اغراءات العالم يعني ارشميدس قال نظريه مشهوره ومعروفه قال اعطيني نقطه ارتكاز خارج الكره الارضيه وعتله اقدر احرك لك الكره الارضيه بس بيها بس يجيبها منين <applause> <applause> ونجيبها منين لكن ال ال المعنى المستنبط م. اللي يخرج من العالم م. وان يخرج العالم من فيه من حساباته من حساب يستطيع ان يحرك ال العالم ان يحرك ويقوم العالم ويقوم مؤثر في العالم ويؤثر في الرب ما حطناش في العالم عشان العالم يلمسنا او يؤثر فينا لا أسألك ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم عشان نؤثر في العالم علشان نؤثر في العالم <applause> ما حطناش في العالم عشان العالم يحط بصماته علينا لا عشان احنا نحط بصماتنا على العالم ربنا يباركك هستاذنك نطلع فاصل الرب ما حطكش في العالم عشان العالم يأثر فيك لكن عشان انت تكون مؤثر في العالم فاصل صغير ونرجع تاني نستكمل أبطال رفضوا الإغراء خليكم تابعونا شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info at كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على P.O. Box 3610 St. Beach, California 90740 مرة تانية أحبائي المشاهدين برحب بيكم في برنامج الإيمان إعلان وحياة قبل الفاصل كنا واقفين عند عنوان الحلقة رجال أبو رجال رفضوا إغراءات العالم رجال لم ينحنوا قدام العالم فانحنى العالم أمامهم لم يؤثر فيهم العالم لكن هم أثروا في العالم أثروا شخصية يوسف دي شخصية أنا عاوز قبل ما ننقل على شخصية تانية ما احنا مش هننقل دلوقتي لكن عايز أقول يعني احنا قدام نموذج يعني يخجل رأى. يخجل بلا شك آه. عاوز أقول إن م. الرفض ليه تكلفته م. طبعا وليه ثمنه بس كان عنده بس ليه مكاسبه بلا شك م. في سفر الأمثال أصحاح ستة الكتاب بيقول إيه؟ يا ابن احفظ وصايا أبيك ولا تترك شريعة أمك م. اربطها على قلبك دائما قلد بها عنقك اذا ذهبت أهديك اذا نمت حرسك اذا استيقظت فهي تحدثك لان الوصيه مصباح م. والشريعه نور وتوبيخات الادب طريق الحياه لحفظك م. وبعد كده راح مكمل هيحفظني من ايه بيقول لحفظك من المراه الشريره م. من ملق لسان الاجنبي ارجو ان نلاحظ في الاول بيقول يا ابني احفظ م. وقبل ما يختم قال لحفظك, لحفظك عندما نحفظ كلمة الله تحفظنا تحفظنا كلمة م. الله م. لحفظك من المرأة الشريرة من ملق لسان الأجنبية وبيكمل م. لا تشتهين جمالها بقلبك م. ولا تأخذك بهدبها لأنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز م. وامرأة وامرأة رجل آخر تقتنس النفس الكريمة م. أيأخذ إنسان م. نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه م. أو يمشي إنسان على الجمر م. ولا تكتوي رجلاه هكذا من يدخل على إمرأة صاحبه م. كل من يمسها لا يكون بريئا رحمة كامل قال لك لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه م. وهو جوعان إن وجد حسب شريعة موسى في العهد القديم إن وجد يرد سبعة أضعاف ويعطي كل قنية بيته م. أما الزاني بإمرأة <applause> يعني ما بيرحموش الحرامي لو اتمسك بسرقته هيرد السرقه سبع اضعاف وسبعه اضعاف ده حتى لو كان الدافع علشان ياكل عشان جعان مش لاقي م. فكان بالحالي بقى لما واحد بيزني مع سبق الاصرار والترصد عشان كده يقولك لك اما الزني بأمرأة فعديم العقل المهلك نفسه هو يفعله م. ضربا وخزيا يجد وعاره لا يمحى، أنا وقفت قدام عارو لا يمحى دي استغربت. إزاي يعني عارو لا يمحى؟ بنتذكر خطية داود اللي مم. اتعرضنا لها. طبعاً. لما وقع في الخطية دي مم. من ضمن عقوبة الرب ليه؟ قال له إيه؟ لأنك فعلت هذا الأمر في الخفاء مم. ده أنا هعمله. ينادى به قد... قدام مم. إسرائيل مم. لأن ابنه زنى مع نساء أبوه اللي اتركوا في القصر على السطح مم. يعني قدام إسرائيل. وقدام الشمس السماء تغفر لكن الناس ما بتغفرش مم. عار داوود لحد دلوقتي مستمر لا <applause> بدليل ان احنا جايبين سيرته <applause> عمالين ننهش فيها مم. بسبب العملة اللي عملها مم. علشان كده يقول لك ضر وعاره لا, لا يمحى لان الغيره هي حميه الرجل فلا يشفق في يوم الانتقام لا ينظر الى فدية ولا يرضى ولو اكثر الرشوه <applause> زي ما اتفقنا ان الرفض له ثمن طبعا لما الكتاب بيلخص قصه يوسف مم. في مزمور 105 يقول لنا ارسل امامهم رجلا مم. بيع يوسف عبدا اذوا بالقيد رجليه في الحديد, في الحديد دخلت نفسه دخلت نفسه الى وقت مدي مجيء كلمته قول الرب امتحنه والامتحان استمر كم سنه 13, 13 سنة. سنه, وقف قدام فرعون مش يوم ولا اثنين ولا شهر ولا شهرين وقف قدام فرعون ده اتباع من بيت ابوه 17 مم. سنه مم. وقف قدام فرعون 30 سنه مم. 17 من ال 30 13 عانى فيها مراره المر ورباط الظلم او على حد تعبير المرن في المزمور مم. في الحديد دخلت نفسه دخلت نفسه مم. هو في تعبير يقول لك عن ان في الحديد دخلت نفسه يعني صارت نفسه حديديه فولاذيه ليكن سواء كان هذا او ذاك الا ان كان الامتحان قاسي لكن مم. بعدها مكاسب المكاسب مم. المكاسب وان كان الرفض ليه المكلف في البدايه لكن له مكاسبه بالظبط في النهايه واللي حتما سيحصد مكاسبه ده بالتاكيد مم. لان امين هو الرب طبعا علشان كده يكمل يقول ايه مم. ارسل الملك فحله مم. سلطان الشعب فاطلقه مم. أقامه سيدا على بيته على بيت الملك نفسه فرعون بز. أيوه مم. ومسلطا على كل, كل ملكه لِيَأْسُرْ رؤساءه حسب إرادته مم. ويعلم مشايخه حكمة في م... في سفر الجامعة أصحاح أربعة يقول لك ولد فقير وحكيم مم. المقارنة هنا عن نسف فرعون ولد فقير وحكيم مم. خير من ملك شيخ جاهل الذي لا يعرف أن يحذر بعد مم. لأنه من السجن خرج إلى الملك والمولود ملكا قد يفتقر ولد فقير وحكيم يوسف مم. خير من ملك شيخ جاهل الذي لا يعرف أن يحذر بعد ده فرعون مم. الله كلمه موسى في الحلمين مم. عن سبع سنين شبع آه. ويعقوب سبع سنين جوع هو مش فاهم مم. لولا الرب ادى كلمه حكمه ليوسف يوسف. كان ده مات بغباء اه فسر الحلمين واداله الحل مم. علشان يتجنب العواقب الوخيمه للمجاعه مم. القادمه فبيقول ولد فقير وحكيم مم. خير من ملك شيخ جاهل الذي لا يعرف ان يحذر بعد لانه من السجن خرج الى الملك مم. والمولود ملكا قد يفتقر لانه مم. تعلق بي ونجيه ارفعه لانه عرف مش أرفعه. ارفعه ارفعه مره وخلص لكن ارفعه من مجد استمرار. المجد ومن قوه مم. القوه مم. أرفعه لانه عرف اسمي مم. معه انا في الضيق لما انقذ. نزل السجن كان نزل ربنا. معاه وعطاله نعمه في عيني الكل مم. معه انا في الضيق انقذه وامجده مم. من طول الايام اشبعه وأريه خلاص وأوري خلاص لكن في حاجه اخيره لما بيقول ولد فقير وحكيم خير من ملك شيخ جاهل الذي لا يعرف ان يحذر بعد لانه من السجن خرج الى الملك والمولود ملكا قد يفتقر، رايت كل الاحياء السائرين تحت الشمس مع الولد الثاني الذي يقوم عوضا عنه، وكان سبب بركه مم. مش للمصريين وقتئذ فقط للعالم ب... كله وللعالم كله ولاسرته نفسها اللي رفضته في يوم من الايام فكان بحق صفنت فعنيح اي ال... المخلص مخلص العالم مم. احنا وقت قليل على نهاية الحلقة وكان نفسنا ناخد شخصيات تانية خلينا ناخد كده في عجالة شخصية تانية أبت ولو ولو على سبيل المثال دانيال دانيال آه. من ضمن الشخصيات اللي أبت م. م. آه الملك بيل ابن الملك نبوخذ نصر آه طقت في دماغه م. انه يسكر مع عظماء الألف م. مع الآنيه بس اي انيه انيه بيت الله بالظبط المقدسه م. م. فجأه ظهرت يد وكتبت م. على مكلس الحائط م. اول ما الملك شاف الايد دي تراب اترعب, اترعب. حاجه غريبه اتفكت خرس حقويه م. وترعش وراح صارخ اللي لي الكتابه دي ويترجمها لي هيتسلط ثالثا في المملكه م. ولا واحد عارفها ام دخلت ام الملكة اظن مم. فقالت له شوف ما يفسرش القرايه دي غير واحد بس اللي هو دانيال حينئذ عدد عشرة اما الملكه فغالبا زوجته او ام الملك مش أهو. مش موضحين ايوه فلسبب كلام الملك وعظمائي دخلت بيت الوليمه فأجابت الملك وقالت أيها الملك عش إلى الأبد لا تفزعن أفكار أو تفزعك أفكارك ولا تتغير هيئتك يوجد في مملكتك رجل فيه روح الآلهة القدوسين وفي أيام أبيك وجدت فيه فطنة وحكمة كحكمة الآلهة أدخل دانيال إلى قدام الملك فأجاب الملك وقال لدانيال أنت هو دانيال من بني سبي يهوذا الذي جلب أبي الملك من يهوذا قد سمعت عنك انك فيك روح الالهه وان فيك نيره وفطنة وحكمه م. فضله والان ادخل قدام الحكماء والسحرة ليقراوا هذه الكتابه ويعرفوني بتفسيرها فلم يستطيعوا ان يبينوا تفسير الكلام وانا قد سمعت عنك انك تستطيع ان تفسر تفسيرا وتحل عقد انا بحب التعبير ده <applause> في مؤمن <applause> <applause> تحطه في المعقوده يحلها <applause> وفي واحد يعقدها لك في المفكوكة يعقدها لك. فإن استطعت الآن أن تقرأ الكتاب وتعرفني بتفسيرها فتلبس الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقك وتتسلط ثالثا في المملكة دول الثلاث عطايا اللي عارضهم عليه اللي يلبس الارجوان وقلاده قلاده من ذهب فهو ثالث واحد في المملكه ويبقى ثالث هو الحقيقه بحسب الترتيب م ان كان ابوه لسه مازال كان م مجنون ومعزول فهو يعتبر بقى نمره اثنين بس في نفس م الوقت هو نمره واحد يبقى دانيال نمره ثلاثه ده هيبقى هو نمره اثنين يعني يعتبر الرجل الثاني في المملكه في المملكه رد عليه وقال له ايه دانيال لتكن عطاياك لنفسك وهبهباتك لغيره، التعفف عن عطايا م. العالم م. الحقيقه بيدي سلطان وبيدي هيبه للشخص م. امام هذا العالم بكل م. ما فيه وفي نفس الوقت امام قوات الظلمه. م. احد القديسين قال لك وضعت قدمي على العالم عندما اصبحت لا اشتهي اي شيء فيه. يدينا الرب نعمه اللي بيها نعرف نقول للعالم لا نقول للخطيه لا نقول للماديات لا لكل اغراءاته لا لانه هكذا ينبغي ان يكون موقفنا واضح ما ومحدد لتكن نعمنا نعم ولا لا ولا انا لا في يوسف نرى شخص يواجه الخطيه بكل قوه رغم انه كان في سن سبعة 17 سنه سن ال ال يعني تقلبات ال آه. آه. يعني في سن صعب جدا عليه كشاب لكن يقاوم الخطيه بكل اصرار رغم الـ 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 يعني ما كان ينتظره من حكم وسجن ومشاكل وقع فيها يوسف وفي دانيال نرى شخص يرفض اغراءات الملك نماذج طيبة جدا لأشخاص قرروا أنهم لا ينحنوا للعالم وضع قدميهم على العالم بكل ما فيه فانحنى العالم أمامهم أشكرك جدا أخ ثروت ورسالة بوجهها لكل واحد بيشاهدنا عايز أقول لك كده أن الكلام اللي الرب بيبعته ليك النهاردة بيبعته لينا احنا كمان كلام مهم جدا اوعى تنحني قدام الخطية اوعى تخلي الإغراء ياخدك اوعى تخلي مباهج العالم بملذاتها تسرقك. قول لا للخطيه. قول لا للاغراء. قول لا للعالم بكل ملذاته، بكل مباهجه، بكل حيله، بكل سطوته. قول لا للعالم واعرف ان الرب جابك في العالم مش عشان تنحني للعالم، لكن الرب جابك في العالم عشان تكون شخص مؤثر في العالم. اصلي من كل قلبي ان الرب يستثمر كل كلمه اتقالت في الحلقه النهارده. كن سبب بركة وكن سبب وقفة وتيقظ للضمير وكن سبب خطوة للأمام وكن سبب أن احنا ندوس على عسل العالم ونحن ناظرين إلى مجد الرب ومتوقعين معونة الرب شكرك جدا لأجل متابعتكم معنا وعلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج الإيمان أعلان وحياة الرب معكم